شوف ايضا واحنا بننوع معاكم القضايا، ما تخيلش ابدا ان في جدة ممكن تقتل حفيدها سنتين، وما تخيلش انها تكون بكامل قواها العقلية. يعني ده اللي حصل في القصة اللي هتشوفوها في هذا التأريخ. شوفوا قلبي شايفه. حادثة أندر ما يكون، تتصادم مع الفطرة الإنسانية حين تقدم جدة بكامل اختيارها على قتل حفيدها الصغير دون ذنب جناه أو جرم أتاه. عز الولد ولد الولد. واقعة شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، الخصمان فيها الجدة وابنتها الأم الثكلى. بتقول لي يوم أنا موت اللي جبنك، وانا قمت زي المجنونه بقول لها هو مين اللي انت موتيه؟ مين؟ لقيت ابني مرمي قدامي وما بيطلعش نفس، ولما جه يقوم برجليه راحت حاطه رجليها عليه، حطت رجليها على الطفل الصغير، يعني عيالها اللي من بطنها رموها، وجوزي اللي قال لها يخليها عندكم. ازاي تعمل في طفل صغير كده؟ انا عايزه لها الهدايا، هي دي الحاجه اللي ممكن تبرد ناري، لان اللي راح مش قليل، اللي راح كان غالي قوي، كان غالي قوي قوي فما تتخيلي، فما فيش حاجه في الدنيا دي ممكن تعوضني يا ابني، اللي راح كان غالي. انت ممكن تطلبي لوالدتك الاعدام علشان ابني؟ الإعدام. عارفة يعني إيه لما تعرف من طفلي كان بيقول لي يا ماما، وكان بيصحيني من النوم ويقول لي يا ماما اكليني وأنا جعان؟ عارفة يعني إيه لما طفلي يكون مالي عليا البيت وكان هو اللي دخل علينا الفرحة والبسمة؟ أنت متخيلة إزاي؟ إزاي يجيلها قلب؟ وازاي يجي لها يعني الواحد ما ده روح وطفل ودعاء جايبه محمود بعد معاناه بعد 8 سنين. تخيلي بعد 8 سنين يجي لك طفل تقعدي معاه سنتين وفي الاخر تتحرم منه. اللي احنا بنطالب الاعدام للست دي. الست دي ولا مختله عقليا، الست دي ما فيهاش اي حق خالص، الست دي فاهمه وبتسمعك وبتكلمك، وحتى هي عند رئيس النيابه بتقول له انا كتفته وخنقته وطلع في الروح. نشهد اصحاب القلوب الرحيمه ان هم يساعدونا في دعاء ان احنا نشوف لها شقه بعيد خالص عن المكان. مش هينفع ارجع الشقه اللي ابني اتقتل فيها تاني، وهي كده كده كانت ايجار. اللي انا بتمنى ان انا ما اقعدش في الشقه دي تاني ويجيبوا لي شقه. تلاقي تحت جلد المجتمع لما تعمل تشريح لهذا المجتمع مصايب وكوارث لا يتخيلها أحد. يعني تخيلوا إن الجدة دي كل ولادها تخلوا عنها، البنت اللي جابتها وقعدوها معاهم، والبنت دي ما خلفتش، بقالها 8 سنين مستنية نفسها بتحلم انها تخلف يعني، وخلفت. تقوم الجدة تقتل الطفل ده وعمره سنتين، يعني بعد حلم 8 سنوات في الإنجاب يموت الولد، ويموت على يد مين؟ على يد جدته يعني. والجدة هي مين اللي هي كل أبنائها تخلوا عنهم ما عدا الـ 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 الست دي وجوزها، يعني استضافوها جدة.
حد يعني يتخيل انه تحدث هذه الكوارث بهذا الشكل المأساوي اللي هي تؤدي طبعا الى شوفوا المآسي، يعني حتى تصل الام الى حد انها تطالب باعدام امها، يعني هي امها ولكن تطالب باعدامها بسبب اللي حصل، كوارث اجتماعية لا حصر لها.